تحيتنا لكم أصدقاء المشاهدين وين ما كنتوا عم بتابعوا الحل عنا عبر الام تي في. مثل كل نهار أربعة بتنحصر الاتصالات بطلب مساعدات وما أكثرها بهالأيام، خصوصا مع رفع الدعم عن الأدوية، خصوصا مع ارتفاع سعر الأدوية، مع ارتفاع أسعار الخضار الفاكهة، حتى الأمور الأساسية المفروض تكون مدعومة، بقى في شيء مدعوم بالبلد. فاليوم المواطن اللبناني ما بعرف كيف بده ياكل، شو بده ياكل، والوقت ذاته هالأطفال كيف بدها تنمى مع كل هالغلا المستشري. طبعا امبارح كان هذا استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي، نائب رئيس، هيئة مكتب، مقررين، مفوضين، أمناء سر، مبروك. ولكن هل يا ترى هل هالشي كافي حتى المواطن اللبناني حس حاله ببلد أقله في عنده أمان؟ اللي شفناه امبارح الحقيقة كان كتير بخجل، لأنه ما عم نحس قدامنا في رجال دولة، عنا في سياسيين كتير. فالمطلوب كتير من هالمجلس النيابي الجديد مثل ما قال دولة الرئيس بري بقلب أبيض، إن شاء الله يكون في قلوب بيضاء حتى نشوف هاللبناني أيام بيضاء مش أيام سوداء، لأنه السواد واليأس والزعل والظلم وين ما كان. فإن شاء الله بتستبدلوه بشيء أبيض بقلب نقي بمحبة للمواطن ولهالبلد، حتى نقدر نستمر ويكون عنا حكومة، مش ننتظر كمان حتى يصير عنا حكومة وبعده رئيس الجمهورية. استحقاقات كتير مهمة، خطيرة، كبيرة، ولكن بتمنى يكون في ضمير وطني حتى نقدر نمرق هالتحديات والأمور الصعبة. بكل الحالات بالاتصالات اللي رح تورد اليوم، اللي أنا ما بعرفها ولا أنتو ما بعرف شو بيجيني اتصالات طلب مساعدات، بنقدر نعرف قديش اللبناني موجوع وقدي اليوم شو هي أولوياته واهتماماته. خلينا نبلش بالمعلومة. بمعلومتنا لليوم، مذكرة إعلامية حملت الرقم 685 بتاريخ 1 حزيران عن تعديل تعرفة جلسة غسل الكلي وبدل أتعاب الطبيب المعالج، صدرت عن المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي. فبتقول تتعدل تعرفة جلسة غسل الكلي لتصير 1,000,000 ليرة لبنانية بدلا من 500,000 ليرة لبنانية، دون احتساب بدل أتعاب الأطباء على أن يدخل ضمن هذه التعرفة العلاج بالإريثروبوليتين. اثنين، يتعدل بدل أتعاب الطبيب المعالج يصبح 200,000 ليرة لبنانية بدلا من 75,000 ليرة لبنانية عن كل جلسة. وطبعا يعمل بهذه المذكرة وتبلغ إلى من يلزم بتاريخ اليوم. ولكن مهما تعدلت التعريفات ومهما تعدلت، فاليوم مش بمقدور الناس إنها لا تتطبب ولا تدخل مستشفى ولا تلاقي دواء ولا حتى تروح تشوف طبيب للأسف الشديد. اتصالاتكم على 04-444-444 وباخد أول اتصال لليوم. ألو. ألو. أهلا مدام. سلام لك. إيه تفضلي. أنا شفت عمري 64 سنة. إيه العمر كله؟ تفضلي. بشتغل بالبيوت وما في شغل أبداً، وأنا عندي سكري وضغط وكوليسترول، ويعني كثير كثير تعبانة، يعني إذا حدا في ساعدني بكون ممنونته، وبطلب من الأيادي البيضاء هيك بترقب حالتنا بس مش أكثر بلبنان. مدام أنت كنت ما عاد عم تشتغلي هلا أبداً؟ لا لا، كنت تشتغلي على حسابك، يعني مش انه بواسطه مكتب ولا شيء؟ لا 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 لا، على حسابي بس يصير لي شغل بشتغل. وهلا هيدي الادويه كيف كنت تامنيهم او مش عم بتامني ادويه ولا ما؟ هلا بامنهم من المستوصف. مش موجودين يعني دائما؟ يعني عم يعطوني هن بس انه مش مثل المضبوطين. يعني جينيريك. ايه. يعني مش للترند. نعم. لا. هلا يعني اذا حدا ساعدني انا ما لي حدا، ما لي حدا غيركم. مع مين عايشه حضرتك؟ وحدي. ما عندك معيل ولا عندك حدا؟ لا ابدا ابدا ابدا. رقمك على الهواء ده. قديش عمرك معلي لو سالتك؟ 64 سنه. العمر كله، لانه بدي اقول لك شغله، هلا اهلا وسهلا فيكي.
رقمك على الهواء، واكيد يعني الواحد بهالعمر هيدا رح يبلش بسن التقاعد، يعني اللي بده يرتاح فيه اجمالا بحياته بعد سنين طويله. ولكن بهذا البلد ما في تقاعد، في مواطن بده يضم يبحث على لقمه الاكل من عرق جبينه يمكن لحتى اخر نقطه وساعه من حياته للاسف الشديد. فان شاء الله بيكون في مساعده لإلك مدام. كمان انا عندي اتصال ثاني. الو، مرحبا. اهلا مرحبا حبيب قلبي، يعطيكم الف عافيه يا رب. اهلا. انا التجأت لإلكم لانه بعرفكم من ايادي البيضاء ومن ايادي الخير. حبيبه قلبي شو عندك؟ انا نحن عندنا مشكله، نحن بالاوبر الانسولين اللي هن الزلطه فيه 5 ضرب 3 أمآر. حبيبتي ضروري ضروري نحن بحاجه لهم، هودي اوبر انسولين والمشكله ما فينا ناخذ البديل عنهم. مش متوفرين؟ بلا هن يعني هن يعني هن مسيو مدام خليه يحكي المسيو حدك تفهم عليه. اوكي هن متوفرين، هي حقها 235 آل بس ما حدا عنده اياها، كلهم عم بيبيعوها سوق سوداء، شي 150 دولار شي 200 دولار ونحن مش ميسره معنا ابدا، يعني صاروا كل شيء سوق سوداء. يعني وين سوق سوداء معلي؟ شو بتعني بسوق سوداء؟ ايه بصيدليات عم بيبيعوها سوق سوداء ولا وين؟ لا 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 برا، يعني شيء مثلا بيكون مشتريهم ضابينهم بيصيروا يبيعوهم سوق سوداء، شيء بيقول لك بده 100 شيء 300 شيء 150، ما قدرتنا وهي اوريدي حقها الاساسي 235 ألف. بس عندي سؤال، كيف عم تعرفوا فيها السوق السوداء؟ عم بحطوا على التواصل الاجتماعي او كيف؟ كيف عم تعرفوا؟ اكيد 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 اكيد. لا ما نحن عايشين يعني ببيئتنا بالاحياء او باي منطقه كله بيقول لي، يعني حتى الصيدلي عنده خبر انه في ادويه عم تنباع سوق سوداء. للاسف يعني يا ريت التفتيش. نعم. بيشوفهم هودي على الفيسبوك وبيلحقهم تنفهم كيف لنشوف كيف يعني يعني من ال 235 ألف لل 150 دولار فرق كبير. صح وأكثر حسب كل واحد. وبعدين بدنا نشوف إذا محفوظين مزبوط، لأنه الأنسولين بده ينحفظ، يمكن بده براد ولا لا؟ بلا هيدي الأنسولين الزولتو في بده براد أكيد، بس يطلع برا البراد لوقت معين يعني انتزع. على كل حال نحن حطينا رقمكم على الشاشة، في حال حدا عنده هيدا الدواء متوفر بالسعر الرسمي مش بالسوق السوداء او كان عم يعني كان عايزه هلا مش عايزه بيقدر يتواصل على هالرقم اللي حاطينه على الشاشه. وانا بتمنى يعني هودي اللي معروفين وهالقد عندهم ثقه بنفسهم وعم بيبيعوا سوق سوداء عم بحطوه على التواصل الاجتماعي يقدروا يلحقون كمان، لانه ما فينا نتلاعب كمان لا بنوعيه الدواء ولا بسعر الدواء. كمان اتصال. الو الو باخذ اتصال. الو، في عدد من الادويه متواجدين ولكن مع رشتة يعني مع وصفه طبيه. انا ما في اعرض هالادويه هيدي على الهواء، ولكن رح نحطها على فيسبوك الحال عنا بعد انتهاء الحلقه، وكل حدا بيقدر يدخل على الفيسبوك تبع الحال عنا وبيلاقي انه بحاجه لهالادويه هيدي بيقدر حنقول له وين موجودين، وبيقدر هن مجانا ولكن بده يكون في وصفه طبيه، بدون وصفه طبيه ما بينعطوا. باخذ كمان اتصال. الو الو اهلا تفضلي. بونجور مدام ريتا. ايه نعم بونجور. تخيلي في مدام ريتا، انا مش فضيه بيعتلوتي، بدي اعيش انا واولادي وانا بتمنى حدا يساعدني. وين عايشه مدام؟ انا عايشه بعين الرمانه. قلت بالوان. اولادك شو عمارهم؟ عمر البنت 10 سنين والصبي 8 سنين. ما غيرك هذا ورغيرك. لحظة خليني افهم من حضرتك شغلة، ما عندك معيل؟ يعني البي وين؟ البي مريض عنده صفضية بجسمه كله، ما في حدا عم يشغله من وراه بجسمه. ما حدا ساعدكم ابدا مدام؟ لا دقيتوا باب جمعية، صليب أحمر، كاريتاس؟ ما في يا مدام ربيتك، كله بيقولوا لنا هلا ما فيش. وأنا مكسورة على زر بيتي ومهددة امبارح طق علي ما خلاني ولا بقالي شهر ما طوحت السنة. من هو؟ صاحب الملك. صاحب الملك اجى سب وعيط وصرخ بده الأجار؟ إيه دقلك مش
ده قالك مش دافع أجار؟ أنا لثمان أشهر من وقت ما جوزي وقف الشهر. مدام ده بتدفعي بالشهر؟ أنا 700,000. 700,000؟ 900,000. كهربا ما عندي. نعم. وشو قلتي كمان كهربا ما عندك؟ كمان قاطعين لي الكهربا. قاطعين لك اياها؟ نعم. طيب اوكي. بتصدقي بياكلوا وياك كل شيء بس هم عايشوا ولادي ما ينزلوا برا ولادي. اكيد. طيب هلا كيف عايشه؟ كيف شو مين عم بيعمل لك اكل؟ كيف؟ جيران عم تشفى علي وبالطعمينه انا وعائلتي. طيب. أكل حال رقمك على الشاشة. برجع بذكر هالست بحاجة لتسدد اشتراك على 8 أشهر 900,000 ليرة بالشهر. عندها ولدين 8 سنين و10 سنين. ما عندها معيل لأنه زوجها عنده صفدية ما بقدر يظهر من البيت. وهي مهددة هي وجوزها وولادها يصيروا برات البيت. هذا رقمك على الشاشة. كمان اتصال. أهلا. بونجور مدام ربيك. بونجور. معك مدام سعد. إيه أهلا مدام سعد. مدام أنا بدي بس أعطيك علم إنه في مركز كبير بطرابلس. نعم. عم بساعد الناس كلها. أنا مريضة كونسير كمان. نعم. وإلي سنة عاملة عملية وما قدرت لا أعمل شعاع ولا أعمل كيماوي ولا أعمل أي شيء. نعم. رحت لهونيك كل شيء عندهم مجانا، كل شيء بيساعدوا بالدواء بيساعدوا. اسمه مركز محمود أبو شقرة. أنا كتير كتير عم حاول أتصل بحضرتك لحتى أعطي هيدا العنوان للناس لتروح لعنده. كتير يعني هي انت حضرتك اذا بتحطي الرقم اللي لقيله عند حضرتكم وبتقولي بس الرقم بتشوفوا قديش الستوري قديش فيه علاجات يعني ولادة اطفال قريب امراض عمليات جراحية كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء ونسبة اقل من الربع عن كل لبنان. مدام وين هيدا وين بطرابلس؟ هيدا بحلبة. بحلبة مش بطرابلس. بحلبة عكار. بحلبة دير بلوم اسمه بوجه مطبع الديب معروف. اوكي. اسمه مركز محمود ابو شقرة. نحن رح نشوف هيدا المركز اذا اوكي. انا بشكرك لانه عنا كتير حالات بعكار وخصوصا بطرابلس بالشمال مثل كل لبنان اصلا. في كتير حالات ناس بحاجة لعناية طبية استشفائية وغذائية كمان. باخد كمان اتصال. ألو. أكل حال إذا في حدا من هذا المركز يعني عم بيتابعنا بيقدر يتواصل معنا على 044-444-444 لنشوف شو الإمكانات اللي عندهم إياها وبخدمة مين. كمان اتصال. ألو. ألو. ما بعرف إذا في حدا على الخط. ألو. ألو. إيه تفضلي. مدام ربيكا. نعم. تقبريني أنت أزرد عليك أنا مرة كبيرة بدي مساعدة. مدام بفتكر أنت كل أربعة بتحكيني. إيه كل أربعة بحكيني حكايتك أربعة في الماضية ما علق معي الحقيقي شوف لشوفك حقيقي. إيه بس خبريني يعني من وقت ما بتطلعي معنا لليوم نحط رقمك بس ما عاد ما حدا راح لعندك ولا حكاكي ولا ساعدك؟ أبداً 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 حدا يا عمي ليش تركين هالست الكبيرة هالقد تتعذب وتتصل بعد ما حدا ساعدها؟ ما حدا ساعدني عمري 83 سنة. إيه العمر كله؟ لا أكل ولا شرب ولا شيء ولا شيء يعني ما حد بيطلع لهجي ولا حد أبدا. نحن رح نساعدك رح نساعدك. هلا هيدا رقمك على الشاشة وبنتواصل معك كمان لنشوف شو ممكن نقدر نساعدك. وهيدي المساعدة أكيد مش مني أنا بس في أحد الأشخاص أنا كتير بحب. هون ألفت إنه هو لبناني من أستراليا من أسبوعين كان عم يسمع الحل عنا كان عم يتابع الحل عنا ب 18 أيار على المباشر ولفتوا الاتصالات اللي وردت وخصص مبلغ من المال لهؤلاء الناس وأيضا إذا في ناس محتاجة فبقي مبلغ معين نحن رح نحاول اليوم يعني قدر الإمكان نقدر نساعد من خلاله وخصوصا هالست الكبيرة بالعمر. وأنا أكتر شيء يعني هو رفض يقول اسمه ورفض كمان أنه يعرف مين الأشخاص اللي عم تتساعد. كان كل همه أنه يوصل هالمساعدة لأولئك الناس. فأنا أكتر شيء بقدر أقوله أنه بدي أشكره وبدي أقوله الله يعود عليك بالصحة
وخصوصا انه في كتير ناس مقتدره وما بتساعد، بس في كتير ناس عد ما بتقدر انسانيتها بعدها موجوده. من هيك انا بدي اشكرهم. باخذ كمان اتصال. اهلا حبيبتي، انا عندي جوزي مريض تشمع بالكبد. نعم. هو بالمراحل الاخيره من مرضه، يعني هو بحاله خطر. نعم. في عنده ادويه ما عم بقدر اجيبه، النورميكس كتير غالي. في هلا صار في بديل النورميكس التركي في 58 حبه حقه 60 دولار، وعنده الدلترين وعنده الدكتون، عنده كتير ادويه، وهلا هو بحاجه نادور بكلف 3 مليون يعني. وهي عم بحكيكي نادور انا، واذا بدنا نربط فريز بدنا شي 7 مليون، بس نحن هلا بهمنا نعمل النادور نشوف اذا في فريز، لانه اذا 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 بورجيكي انا وين ساكنه ديبو تحت الارض، وفي واتساب بس تتفرجي انا وين ساكنه بس مدام ربيكا. وهلا هو نايم بضل يرجوف، يعني حالتي حالي. وين باي منطقه مدام؟ باي منطقه؟ انا قاعده بين السبتيه ومنطقه الزعيسيه، يعني احنا قاعدين بين، انا اخذ هلا اوضتين مثل ديبو يعني 600,000، وما في غير ابني عم يشتغل المعيل الوحيد يعني بالبيت، وانا قاعده حد جوزي انا عامله نيرس له كل نهار، صار شيء مستشفى صار شيء يعني. مدام هيدا النادور يعني اكيد ما عندك لا ضمان ولا عندك شيء ولا شيء مدام، بس هيدا وين بدك تعملين النادور؟ هيدا بدي اعمله يا مستشفى الساحل عند دكتور بلال حداد، عند حكيمه يعني، هو حصرا عند حكيمه 3 مليون. اوكي اكل حره عندكم؟ نعم تفضلي حبيبتي. ايه تقبريني، وصدقيني حتى اكل ما في، صدقيني يا مدام ربيكا، لو بس في واتساب لصور لك بيتي انا وشوفي انا كيف ساكنه وين قاعده، وشوفي وضعنا، وشوفي بعت لك تقارير جوزي وكل شيء. في رقم الحكيم يعني بتحكي، واسمه بلال حتيت، هو حكيم جهاز هضمي وكبد، بخبرك كل وضعنا بيه. اهلا وسهلا فيك وسلامته. بدي اقول لك شغله، احنا بنتكل كمان على ايادي بيضاء، هي يعني بتتابع البروجرام وبتحب انها تساعد، ونحن صله تواصل، عرفتي؟ ان شاء الله انه بيقدر حدا يساعدك اقله بهالنادور تقدر تتشخص حالته ويقدر يكمل حياته، يعني يقدر يتعالج. هيدي كثير مهمه، انه الانسان اليوم يلي قادر يتعالج مش لازم نحرمه من الحياه، يعني عم يتوجع. وبعرف في كثير ناس خصوصا يلي عندهم امراض مستعصيه ما عم بيقدروا يلاقوا الدواء، ولا عم بيقدروا يدخلوا مستشفى ولا شيء، عم بيموتوا على البطيء ببيوتهم، وخصوصا يلي عندهم كسور مش عم يقدروا كمان يأمنوا المستلزمات لانه كلها بالفريش وما في امكانيه يعني. ان شاء الله انه يكون في مساعده لإلك مدام. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو 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 تفضلي. انا حكيت مشان بدي اقدم شكوى كرمال المي. ايه وين؟ مع مدام ربيكا بعشقوت. ايه شو وضع المي بعشقوت؟ ما عم تجي؟ إيه انا تحت كنيسة ماريو حنا. نعم. كل الجيران عم تجي عندهم المي، انا عم تنزل عندي خيط، قول انا كل يوم تجي، هلا بتجي هلا بتجي، ما عم تجي المي. اذا من هلا بدنا نشتري مي، قاطعيننا المي ليه؟ ما بعرف ليه. مدام لك شغله، تلفنت للموظفين قال لي اليوم ما فيهم يجوا، ما بعرف شو، الله يرد عنك، وانا ما عندي حدا. طيب ما عندي زلمه، جوزي ميت، انا وحده. لأقول لك شغلة، إذا عم تجي خيط يعني هي مش مقطوعة، بس ليش عم تجي ضعيفة؟ ما بعرف، ما بعرف، في عندهم هن عطل من محل ما بيديروا المي. أوكي خليني أشوف عشقوت حد كنيسة ماريو حنا. إيه عن باسم إيليا دغفة، بس تسأل وين وين بيت إيليا دغفة اللي غري بدلو. أوكي تحت الكنيسة. أهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتابع. نتابع الحل عنا عبر الام تي في، عم يتواصلوا معنا ليسالونا شو رقم مركز محمود ابو شقره بحلبة. للصراحه نحن معنا رقم التليفون، نحن مشاهده اتصلت وقالت عن هذا المركز، وانا طلبت اذا في حدا من هذا المركز بيقدر يتواصل معنا، وبالفعل عم بيقدم كل هالخدمات. نحن مستعدين نحط رقم التليفون اكيد، بس نحن لحتى الساعه ما عنا اي تواصل معهم حتى نعرف شو الخدمات وشو رقم التليفون. باخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجور كيفك ربيكا؟ منيحة؟ فريد زينون. اهلا بالنقيب، كيف صحتك؟ الحمد لله، كيفك انت؟ انا ماني منيح. ليه شو في؟ لانه عندنا مشاكل بقصة الغاز، ايه وما عم تقدر الوزارة تحل الموضوع. الا وهو
اليوم مسكرين مثلا بعد هلا ما طلعوا الجدول، وكل الجمعة عندنا يومين ثلاثة تسكير. الفكرة هي تسكير نقيب، مين مسكر؟ الشركات ما بتسلم للموزعين غاز. اوف، فالمشكلة لازم دقات للوزير مرتين ثلاثة امبارح ما رد علي. ونحن بهيك وضع بتعرفي انه لازم يرد على التليفون او يرجع يتصل ليشوف شو المشكلة. برأيك مش عارف انه برأيك هلا وزارة الطاقة ومديرية النفط مش عارفين انه شركات الغاز مسكرة ومش عم بتوزع؟ يعني اذا عارفين مشكلة، واذا مش عارفين مشكلة مشكلة أكبر. المشكلة نحن اللي واقعين فيها انه اليوم يا بده يسعر بالدولار يا بده يسعر على اللبناني، ونسعر على الدولار، نحن عم ندفع بالدولار والاقتصاد بتقول لازم انتم تسلموا باللبناني. واذا بدنا نصرف نحن يعني بدنا نطلب من الوزير يعمل هذا الحل، اذا بدنا ندفع نحن بالدولار ونبيع المواطن والدكان بالدولار اللي معه لبناني بنصرف حسب شو بيكون السوق، لانه نحن لما عم نبيع باللبناني عم نروح على السوق السوداء لنشتري دولار. انت بتعرفي نحن غير محطات البنزين، البنزين مصرف لبنان عامل لهم صيرفه. نعم نحن ما عندنا صيرفه، نحن بدنا نشتري من سوق السوداء تنروح ندفع بالدولار لنعبي الاناني الغاز. فهي المشكله يعني انتم اذا صرتوا بدكم تشتروا، اذا صارت شركات توزيع الغاز، شركات الغاز بدها تعطي الموزعين بالفريش، مفروض انتم كمان مصرف لبنان يدخلكم على صيرفه. مظبوط، لانه بالنتيجه في مستهلك ما بيقدر يستغني، لانه في مستهلك ما بيقدر يستغني عن جره الغاز. يمكن في ناس بدها قاروره غاز اكثر ما بدها بنزين او مازوت، لانه كل بيت في قاروره غاز، مش كل بيت في سياره او اليه. عندك البيت، عندك الافراح، بعدين ناس بدها تاكل، بدها كلهم على الغاز. نعم، والمطاعم كله على الغاز. بس المشكله بده يلاقي حل الوزير، يعني صار لنا 20 يوم هودي عن جديد عمل بالدولار وبسعر باللبناني. حكيت امبارح مدير عام الاقتصاد قال نحن الوزير هو بده يطلع التسعيره، يا بيعملها بالدولار او بده يلاقي حل، والا نحن بدنا نلاحق الموزعين حسب السعر اللي بتنزله الوزاره. طيب ما نحن عم نروح نبيع الدولار، عم بتشوفي امبارح كان 27 وصل ل 32.500 امبارح، صح؟ صحيح. انا عم بيع على سعر 28 اذا سعرت لي اياه الدوله او 29، عم روح اشتري لما بيع باللبناني عم بشتري الدولار من سوق السوداء، عم بطلع انا خسران كل النهار. يعني عم بطلع انا كل النهار عم بيع واجي على البيت ما معي ليره دافع من جيبتي. فلهلا لهلا الساعه تنتهي الا ربع الجدول بعد ما طلع، شو ناطرين؟ ما بيطلعوا الجدول، مع انه من يومين خفضوا سعر قاروره الغاز والمازوت وتركوا اسعار البنزين على حاله. صح، لانه هي كانت بعد على سعر السيره في البنزين، نحن لانه طلع نزل الطن الغاز وكان الدولار نازل، لانه كانت التسعيره هي على 30 ونزل ل 27. نعم. طيب بهالحاله نقيب بدنا عم نطالب من الوزير شخصيا يحل القصة، انه وزارة ما قادرة تقدر تحل مشكلة الغاز بلبنان. طب كيف بدها تحل مشكلة؟ ما بعرف شو عم بحلوا مشاكل، يعني كل يوم نوع مشكلة اكبر من مشكلة، وما في مشكلة عم تنحل الحقيقة، مثل كأنه نحن بشي بلد كرتون يعني هيك. هذا اللي صاير، قصور من الرمل. نحن ما حدا سألان عنا ابدا من الغاز، بس في شيء كمان صحيح، ما عندهم مشكلة. طيب معقول اليوم كل الشركات مسكرة لهلا ما في جدول؟ حتى ما بيطلعوا بيان، ما بيطلعوا بيقولوا انه مثلا اليوم ما في جدول مثلا لبكره، ما بيطلعوا بيصارحوا الناس وين المشكله. وعم نقول لهم انه المشكله هي انتم عم تاخذوا بالدولار وعم بتسعروا باللبناني والاقتصاد عم بتلحقنا. لاقوا حل، يعملوها كلها بالدولار او نحن يصير السوق حر. يعني انا المبوسه عند المواطن بدي اعطيها على الدولار، ما معه بيدفع لبناني حسب الصرف اللي انا بدي اشتري من سوق السوداء. غير هيك ما في حل. يعني مش حسب التسعيره اللي بتطلع عن الدوله، هي الدوله بتسعرنا نحن بس بنلتزم بتسعير الجدول. اوكي، بس هلا ما في جدول، يعني هلا انتم اذا اليوم لو فتحوا كنتوا بدكم تلتزموا بالسعر يلي كان اخر جدول طلع عليه. صح، بس ما اللي مش معبى ناطر لحتى يطلع الجدول يقدر يعبي، يعرف شو بده يحاسب، يطلع على السوق. من هيك مسكرين شركات التوزيع ما عم بيوزعوا.
صح، وهذا اذا تاخر بالجدول بدها تضل مسكره الشركات، وعندنا مشكله كبيره. يعني ما معقول بقى خلص الوزير يدعي الشركات ويدعي النقابات تنلاقي حل. حتى مولدات الكهرباء امبارح اصحاب مولدات كانوا بالوزاره بعضهم تي يشوفوا مع الوزاره، لانه بتعرفي يلي عم تنحط يعني على الورق شيء وعلى الارض شيء ثاني، وما تعرفت اذا اتفقوا على شيء ولا لا. وناس ثلاث ارباع عم بتوقف الموتور لانه ما بقى عندها امكانيه ولا في مازوت ولا، يعني نحن بازمه عم تكبر اكثر يوم من يوم، وبعدنا لهلا ما في حلول جذريه. ما في حلول، ما بدهم. هي هين الحل، هو لما يقعد معنا نحن بنعطيه الحل بنلاقي حل، او يعملها بالدولار استثنائيا. الدولار كلنا بنعرف الدولار عم يلعب، ما في شيء اسمه دولار ثابت، يثبتوا الدولار كله بيمشي. وقتها كنا على 1500 ثابت الدولار كله ماشي، اليوم الدولار بيطلع 3000 بينزل 4000. ايه بس اليوم 10000. بس اليوم ما فينا كمان نمشي البلد على السوق السوداء، ما حدا معترف لا ببورصه ولا معترف بصيرفه ولا ولا دولار. اليوم كله السوق السوداء بتحكي. هلا سبقتيني بهيدي اللي بدي اقول لك اياه. هلا روحي شوفي سوق السوداء كيف عم تشتغل، وهذا اللي على طول محسن بالشنط منه. بالشنط في قالوا لي في مطاري حاطين الدولارات بالشنط بقربوا على السيارات وشو يعني يلا ماشي الامور مع حسنا. ما بقى تحمل، ما بقى تحمل. انجأ عم تشتري قنينة الغاز يا عمي، انجأ ما في. طيب نقيب تجاه هذا الواقع تجاه عم بتقسط قنينة الغاز. ايه بس تجاه هيدا التقخير عم يخلق سوق، عم يخلق سوق سوداء. هلا اللي مقطوع اذا بيقول له 600,000 بيقول له جيب لي اياها، هيدا مش سوق سوداء. طيب نقيب بهالحاله هيدي يعني بعدكم منتظرين الوزاره؟ حتروحوا على الوزاره؟ الكتب هيئتها ما عم تنفع. شو مفروض ينعمل؟ شو مفروض ينعمل؟ ثلاث مرات دقيت امبارح للوزير، ثلاث مرات ما رد الوزير وما رجع اتصل فيي. طيب هذا ما عم بفهم انا، انت وزير، انت بامره الشعب، انت وزير لتخدم الشعب. أكيد. مش لحتى تعقد الامور. هي الوزارات حتى تقدر تتابع كل قضايا الناس، ومثل ما بدها تحمي حقوقهم بدها تحمي حقوقهم كامله، مش مطرح ما بدهم وكيف ما بدهم. ما هذا اللي عم نقوله. ما بعرف اذا هن بخدمه الناس او خدمه مين كمان. الوزير ما بده يشتغل راح يقعد ببيته. لا ما في عنا منها هيدي. هيدي هي ما عنا منها. نحن اليوم اللي بيعمل نايب ولا بيعمل وزير او بيكون عنده مسؤوليه بالدوله، هيدا بده يحمل مهمه وطنيه له شرف يحملها، واذا مش قادر يعملها يقدم استقالته في غيره بيعملوها. بس ما بدك يكون عنا هالتفكير هيدا. وحتى اذا بدك تحكي الوزير بدك تحكي من رئيس الجمهوريه لاخر واحد تيحكوا له يعطيك موعد. لك ما بيجوز هيدا الشغل بقى. اكيد. ولك قرفونا، ربنا اكيد فقرونا، جوعونا، هجرونا، انه شو بعد فيه؟ على كل حال في الشوي اللي موجود بهالبلد يقدر ياكل ويشرب، امنوا له الحياه، الاشياء الحيويه اللي بيستعملها كل يوم. على كل حال نقيب يعني نحن اليوم عم نرفع الصوت معك لو وزاره الطاقه والمياه انها تكون وزاره الناس. ما بعرف وزاره مين هي. هي وزاره مؤتمنه على شيء اسمه محروقات اللي هو عصب عصب الحياه اليوميه. الناس لا فيها تقعد بلا كهرباء ولا فيها تقعد بلا بنزين ولا فيها تقعد بلا غاز بالوقت يلي يعني الحقيقه شيء مؤسف جدا يلي عم بيصير. ناس بتسكر وناس ما بتسلم وناس فيه وناس ما فيه، وتركين العالم تدبر امورها بامورها، والسوق السوداء ماشي على قدم وساق. هذا الشيء ما فينا نكمل فيه. لا شو الوزارات، معك حق، لا الوزارات. اهلا وسهلا فيك نقيب. كمان اتصال. الو مرحبا. مرحبا مدام. كيفك مدام ربيكا حبيبتي؟ الحمد لله الحمد لله. شو اخبارك؟ نشكر الله. بدي احكي لك عن وضعي، انا ساكنه ببرج حمود بقطتين على السطح، عندي ولدين صغار وعندي اعاقه. عم بروح بنظف البيوت من شان عيل ولادي. انا جوزي موجود معي بالبيت. بس جوزي عنده سكري وضارب البريد على اجريه، هو بيشتغل بالدهان، بس ما بيقدر هو يشتغل هلا بالدهان لانه ما عم بيصير له شغل بالدهان. فأنا هلأ حالياً عم بشتغل ببيت، عم بشتغل مرتين بالشهر كرمال عيلة ولادي، عرفت كيف؟ ومعي بتاعة إعاقة، أنا صبت بحرب تموز بإجري طارت بطت إجري كلها. مع هيدا وكله عم بتروحي تنظفي بيوت وتشتغلي حتى تقدر تعيشي أنت وعائلتك بكهرباء، بس ما بيكفوكي. برج حمود على مريم خايل لحتى أنظف البيت، وعم بروح غصب عني كل يوم، وعم تقعد إجري يعني بطت إجري عم تقعد، ما عم بقدر كفي أموري. وقديش بتدفع على هالقطتين على السطح؟
بدفع 400,000 هو أجار قديم لبنت حمية، وهلا قطع لي الاشتراك بده مني 1,700,000. قلت له ماني قادرة أنا أدفع هلا، قطع لي الاشتراك. عم ننام على العتنة، عم ننام برا على البلكون، كلهم قطين على السطح والسقف أترنيت. أهلا وسهلا فيك، الله يقويك، ليك رقمك على الشاشة يعني إن شاء الله كمان نقدر نساعدك. أهلا وسهلا فيك، يعني ما في أكتر من معاناة الناس، يعني كل عائلة عندها قصة وكل قصة بتوجع أكتر من قصة، والناس بدها تعيش بالنتيجة. صورة اليوم نشوفها سوا. إذا كان المواطن مش قادر يأمن لا أجار ولا يأمن كهرباء ولا موتور، فشو نقول عن المستشفيات؟ هيدي غرفة العناية الفايقة بمستشفى سان تيريز الحدث، يلي ما عندهم إمكانية يكون عندهم أي سي بغرفة العناية، وأكيد بكل المستشفى، فالمراوح ماشيين على المراوح. واللي بعرفه أنه كلفة يوم واحد على كل مريض بس أي سي $100، يعني تصوروا إذا كل مريض بده يدخل مستشفى وينام بالمستشفى ليلة، كل ليلة بس فقط إذا بده يكون في أي سي $100. كيف بدها تكمل مستشفياتنا وكيف بده يكمل هالبلد؟ سؤال برسم المعنيين. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.